مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. احنا الآن في أمام مقر الهلال الأحمر بالمكتب الإقليمي للهلال الأحمر بمدينة الحسيمة. احنا كنقولوا لهاد الناس هادو ديال الهلال الأحمر بمدينة الحسيمة برافو برافو على هاد المبادرة الرائعة والجميلة اللي عملوها الهلال الأحمر هنا بمدينة الحسيمة. يعني وزعوا الأدوية ومعدات طبية بما يقدر واحد المبلغ ديال 400 مليون سنتيم لفائدة المستشفى محمد الخامس هنا بمدينة الحسيمة. برافو برافو الهلال الأحمر، برافو الهلال الأحمر هنا داخل مدينة الحسيمة على هذه المبادرة الرائعة والجميلة. احنا الآن في المقر ديال الهلال الأحمر هنا داخل مدينة الحسيمة. احنا الآن معنا أستاذ أشرف الكاتب العام الإقليمي للهلال الأحمر هنا داخل مدينة الحسيمة. أستاذ أشرف مرحبا بك معنا على قناة شوف تي في. أستاذ أشرف، كيفاش جات هذه المبادرة هذه؟ يعني صراحة مبادرة رائعة وجميلة، اللي قليل فاش كنشوفوا بحال هذه المبادرات هذو هنا داخل إقليم الحسيمة. يعني كاينين جمعيات طبعا هنا داخل اقليم الحسيمه واللي عندهم امكانيات، ولكن مع الاسف كيديروا داك الشيء. مهم سيدي طاي، صراحه مبادره رائعه من طرف هلال الاحمر هنا داخل مدينه الحسيمه. هذه المبادره صراحه لمبادره رائعه وجميله، كيفاش جات هذه الفكره هذه؟ الاخ اشرف تفضل. السلام عليكم. الفكره جات تنسيق مع المكتب الاقليمي ديال الهلال الاحمر المغربي والفاشيزم. كنا درنا واحد اجتماع في ظل جائحه كورونا، كنت حنا كنا استسلمنا واحد الدعوه من عند جمعيه تويزر للاغاثه في المانيا. الهبه كانت فيها ادويه ومعدات طبيه وشبه طبيه بما تقدر على حوالي 400 مليون سنتيم. قلنا علاش ما نديروش حتى حنا واحد المبادره حتى حنا من عندنا من هاد باش نعاونوا هاد الظل ديال الكورونا. دونك الهبه من جاتنا حوالي ديك القيمه، استشرنا مع المندوبيه الاقليميه ديال الصحه معنا والتنسيق مع السيد العامل والباشا، اتفقنا ودرنا ديك المبادره في ظل ديك الجائحه. كان عندنا معدات منها ادويه، منها مستلزمات طبيه وشبه طبيه، ودرنا ديك المبادره. بالفعل كان عندنا ملابس عاوننا بهم ديك الافارقه اللي عاوننا الناس اللي كانوا مقعدين، الناس اللي ما عندهمش الكروسات. الكروسات فعلا ومازال عندنا الكروسات والحمد لله. دابا المبادره بسلام والحمد لله، كان استجابه ديال الاقليم كامل. سي اشرف واحد السؤال. نعم. بالنسبه للناس، كاينين شي ناس هنايا مساكين كنعرفوهم وربما حتى انتم كتعرفوهم، كيقول لك راه عندي خويا او لا المراه كتجي كتقول لك عندي رجل مقعد ما كيتمشاش الله يحسن عوانهم، واش الى جاء لعندكم يعني كيتوفر فيه جميع يعني هاد الشروط هادو؟ يعني السيد ما كيتمشاش خصو الكروسه، واش تعطيو له الكروسه؟ يعني كتعطيو لهم كروسه؟ بالفعل يعني كمبادره من عندنا هذه قبل الجائحه كان دائما عندنا يعني في السطوح ديالنا في الديبو ديالنا كاين مجموعه ديال المعدات، منها الكرارس ديك العواد اللي كنمشيو بهم. فعلا فملي كنديرو كيجيبوا لنا واحد الملف صح انه ما تحالوش الله يحسنها، بالعاب بيكون الفرح انه كنطلبوا لنا حتى شي حاجه تبين تعرفوا على السيد شكون هو في هذا الشيء هذا الكروسه وكتعطلوا بكل فرح. بالنسبه مازال لحد الان مازال نهار الاشاره اللي مازال عندنا شي حاجه ما غتفرقوها مازال حنا في الخدمه. يعني ملي كيجي عندنا شي واحد كنقدموا له ذاك المساعده. بالنسبه لهذا هذه المبادره اللي قمتوا بها يعني ديال توزيع الادويه والمعدات الطبيه طبعا للمستشفى لفائده مستشفى محمد الخامس هنا بمدينه الحسيمه،
شحال هذه تقريبا؟ واش المدة ديال الشهر هذه ملي لا قمتوا بها؟ لا لا ما كملناش، لان اسبوع المهم شي كثار تقريبا شي 15 يوم، لان كنا يلاه كان اللي خلانا انه ما نبداوش في الاول، اننا كنا كنديروا كنقسموا داك الشيء اللي غادي يصلح اللي ما غادي يصلحش. الاخر في اخر المطاف درنا واحد الجرد لديك المواد كامله اللي كنا غادي ندفعوها لمندوبيه الصحه، وبالفعل قمنا بديك العمليه، وكانت عمليه رائعه بصراحه. كانت في رمضان، يعني كانت في رمضان، صراحة مازال عندنا يعني كمواد، بحال دابا نقولوا هنا مثلا الدراسه ديالنا مازال عندنا. معنا محمد الطلحاوي. محمد الطلحاوي طبعا غني عن التعريف هنا داخل مدينة الحسيمة، اللي طبعا كل شيء كيعرفه، ولد الخير، فاعل شمهاوي، قبل ما يكون طبعا الكاتب، طبعا الرئيس، الرئيس الاقليمي للهلال الاحمر هنا بمدينه الحسيمه. راه كان فاعل جمعوي ولد الخير، وكان كيساعد الناس الفقراء واي واحد محتاج لشي حاجه، واي واحد محتاج خصوصا في الايام ديال العيد الاضحى ولا اي حاجه كيحتاجها، ولو كيجيو عند السي محمد الحاوي الله معروف، غتقول له محمد ديال السياره التعليم، راه معروف هنا في الحسيمه. سي محمد الطلحاوي، مرحبا بك على قناه شوف تي في. اخيرا شنو باغي تقول ساكنات اقليم الحسيمه وبالريفيه؟ سي محمد السلام عليكم. وكنشكر بالنسبه نشين كمكتب الاقليمي للهلال الاحمر المغربي، نقرص مني ولان ساكن الحسيمه ويقيم شاب بزاف، قيم الاسبوع ابقيم كيتو درينسن هي غادي ترفع. بالنسبه لساكن الحسيمه قد شين معروفه ان التف دائما أقد كي حالة بخير، إن إذن الحسيمة منظمين تحترم الاحترام المنايا يقص السلطة إذن أقين كيتو درينسان وني ديتفون يتفقد الكمامة ينس يتسخى يتعقب غزال الدهس وإذن واعيين بزاف والجيشات كوداني باش أتسلم بأن واعيين إن الشين أول نقش إذن وغنحتاج حاجة الحالة زيرو دي مدينة الحسيمة لأساس إن من زي إوذان تقن التنظيم رخش القرص ني إوذان. الله يجازيكم بخير. في منيا أتحترمم أتقيمم باش أذي الناظم منيا باش نشنا نيري مليح أنو يواغذات كل شيء. بالنسبة لشي الهلال الأحمر قيم مدينة الحسيمة هو قضازم، وني حداج نشين كاروسا نيخشن حاجة ريري مرحبا. وشكرا. شكرا شكرا سي محمد الطلحاوي. طبعا اللي محمد الطلحاوي معروف لدى ساكنه مدينه الحسيمه اقليم الحسيمه، ود الخير، رجل كرم، يعني هذا الشيء معروف عليه وكنعرفوا حتى حنايا. اي واحد محتاج لشي حاجه ولو كيدق الباب ديال محمد الطلحاوي. وكنتمنى هنا مساكنه من جمعيات المجتمع المدني هنا داخل مدينه الحسيمه او اقليم الحسيمه، رجال الاعمال والناس اللي مسك عليهم الله، كنتمنى هذه المبادره اللي قاموا بها الناس ديال الهلال الاحمر، نادرا فاش كنشوفوا بحال هذه المبادرات هذه، لان المبادرات هذه قليله. والصراحه تحيه كبيره للناس داخل مدينة الحسيمة، على رأسهم السيد محمد الطلحاوي رئيس المكتب الإقليمي لهلال، والسيد أشرف نعم اللي هو كاتب الإقليمي لهلال الأحمر. شكرا شكرا، تحية كبيرة للناس أخوتي. إذا كنتمنى من جمعيات المجتمع المدني رجال أعمال يعني حتى هما ينوضوا يساهموا يديروا بحال هذه المبادرات هذو اللي قاموا بها الناس ديال الهلال الاحمر هنا داخل مدينه الحسيمه، لانه مبادره رائعه وجميله. كنتمنى من الناس الاخرين ينوضوا يساهموا حتى هما الا كان عندهم شي حاجه يعاونوا بهم. وكاين الناس في الجبال، كاين الناس في القرى، راه كيعانيوا ومحتاجين محتاجين محتاجين الدعم. اذا متتبعي قناه شفتي، احنا الان غندخلوا ديبو ديال الهلال الاحمر. كما كتشوفوا الناموسيات، الكروسات، وطبعا كاينين حوايج اخرين الفوق. وهنايا كما قلتوا، كما جاء على لسان السيد اشرف او السيد محمد الطلحاوي اللي هو رئيس المكتب الاقليمي للهلال الاحمر هنا بمدينه الحسيمة، قال لك اي واحد محتاج لشي حاجه، اي واحد محتاج لشي كروسه يدق الباب ديالنا. يعني الصراحة مبادرة رائعة وجميلة، شحال ما شكرنا فيهم خاصنا نزيدهم نشكرهم. وكنتمناو من جمعيات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمنتخبون ينوضوا حتى هما ينوضوا
حتى هما يساعدوا. كما قلت راه كاينين الناس في القرى، كاينين الناس في الجبالات، في الجبل راه محتاجين المساعدات، محتاجين الدعم، وكنتمنى جمعيات المجتمع المدني ينوضوا حتى هما. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، الى اللقاء في لقاء مباشر اخر.